Thank you.
وسهلا فيكم كلنا سوا اليوم مجموعين بهالبيت العريق وبالقلب الكبير والدار الواسعة دار الست سميرة توفيق. تحية محبة وترحيب من بلدية الحزمية بالدرجة الأولى ومن السمراء الكبير السيدة سميرة توفيق. بداية الحفل إذا سمحتوا مع نشيد الوطن اللبناني ونشيد الحزمية. كتار سألوا ليه هلا؟ وكتار سألوا ليه الست سميرة توفيق؟ الجواب واضح وصريح، انتو اليوم موجودين بمدينة العراقة والتطور بالحزمية وببيت عريق بالمحبة وبالإنسانية وهو مسيج بالفن وبالتراث، بيت الأرز الخالدة سميرة توفيق.
لما بتلتقي الحضارة بالتراث بيكونوا عم بيكرموا بعضهم، وهيك كرمت بلدية الحرزمية برئاسة الأستاذ جون أسمر، كرمت سمراء البادية، وهيك أيضا كرمت الكبيرة سميرة توفيق بلدية الحزمية وفتحت لهم باب بيتها وباب قلبها. الكبير سميرة توفيق، أنت مش بس مطربة ومش بس فنانة، أنت بالدرجة الأولى إنسانة راقية بتقدر معنى العائلة ونحن بنكبر فيك. كلمة عائلة الست سميرة توفيق مع الصديقة والإعلامية السيدة لينا رضوان حاملة هالمشعل العريق. اول حدا خلق بهالمنطقه من الجيل الثاني باسم خالتي اكيد وباسم البيت، وهذا بيتكم بنرحب فيكم وبيت البلديه، وهي اختارت البلديه تكون بقلبها. ليش الكل عم يسال انه ليش البلديه؟ إنه الدولة قصرت بحقها، فلان لا ما حدا قصر بحقها، الدولة اللبنانية ما قصرت بحقها، الدول العربية كلهم ما قصرت بحقها، خالتي تكرمت من ملوك الرؤساء السيوف الأمراء حكام العالم، وحست حالها بوقت من الأوقات إنه خلص اكتفي، لهيك كانت ترفض كل التكريمات. فلحد ما رئيس جمع أسمر أصر والبلدية وأعضاء البلدية أصروا وقالوا فترة عم بيصروا أنه هن اللي كرموها، فاختارت هالمنطقة لأنه أول حجر حطته وتملكت فيه هو هالمنطقة. هيدي مدينتها اللي إجت عليها كانت ولا بنية، كانت مدينة طاحلة، واليوم بفضل البلدية صارت مدينة، صرنا نفتخر فيها، صرنا نفتخر أنه نمشي بالحزمية ونقول نحن أولاد الحزمية. نحن كل حدا منا في كل عائلتها بتنتمي للحزمية، بس في نحن أنا ولاد خالي داني بيير فادي خي توفيق أولاد طارق أنجلينا جورجنا، نحن خلقنا يعني من حظنا الحلو إنه خلقنا هون. يمكن أنا عم بحكي اليوم لأني كبرتون ولأنه بدي أقول إنه خلقنا هون، نشأنا هو الحزمية، عشنا معه كبرنا معه، عشنا الأيام الحلوة والأيام المرة. هالبناية هيدي يا ما شهدت شهدت الحلو والمر، من هالبيت هيدا طلع الفرح وطلع الكره، من هالبنية هيدي كمان صار عنا حزن مثل ما عرفتوا بالزمانات توفت مرت خالي وأصرينا وبقينا أن نبقى. بس بدي أقول كلمة أهلا وسهلا فيكم، هي اختارت البلدية لأنه بلدية بتليق فيها وهي بتليق بالبلدية، والبلدية بتمثلها بعلمها، بتمثلها لبنان، بتمثلها الدول كلها، واختصرت كل التكريمات بتكريم بلدية منطقتها. وكلمة أخيرة بدي أقول، نحن قلنا مدفن بالحزمية، نحن كلنا يمكن نفوسنا مش للحزمية بس قلنا مدفن بالحزمية، والمنطقة اللي بيكون قلت مدفن فيها هي أرضك. نحن نعتبر الحزمية استجولي أمقولي حريص حتى بأداء التفاصيل لحد هلا. بفكر وإشراف الرئيس جون أسمر مؤتمر لشباب الحزمية كان الهدف منه إشراك عنصر الشباب بتقرير شكل البلدة يلي بدهم إياه بالمستقبل. شبابنا يلي كلهم أمل وطموح ما بينسوا الكبار والمميزين مثل الست سميرة. كلمة شباب الحزمية رح يلقيها ممثل اللجنة الثقافية شرفها. ما فينا نذكر الحزمية بلا ما نذكر بار سكنوا فيها وهي سكنت فيها، حبوها وهي حبتهم، وما فينا نقول كبار بلا ما نقول الكبيرة الست سميرة توفيق اللي هي اليوم مستقبلتنا ببيتها ونحن استقبلناها كل يوم ببيتنا وبقلبنا من 50 سنة لليوم. رضينا على أغاني الفرح، على أغاني الحب، على أغاني الأمل، أغاني للحياة. نحن اليوم كان قلي شكراً
شكرا لاني سميرة توفيق. بكل بساطة سميرة توفيق، وما بقدر الا ما اشكر المجلس البلدي، رئيس واعضاء، لانه ما بينسوا يشاركوا الشباب بكل حدث ثقافي واجتماعي بالحازمية. وشو في اهم من تكريم الست سميرة توفيق تنكون موجودين فيه. شكرا. العمر مشوار والجمال خالد والروح حلوة، وشو بعد بدنا احلى من هيك؟ لحتى نتمتع بالجمال العربي النادر وبالبسمة الجذابة، ولأنه الأصل غالي وغالي كتير على قلوبنا، طلب الرئيس جان أسمر من الرسامة الصبية جوان جحا إنها تخلد سميرتنا بلوحة زيدية. اسمحي لنا ست سميرة بالأول نعرفك على الرسامة. تفضلي جواد. وأيضا بدي أطلب من نائب الرئيس الشيخ يوسف حبيش ومن المختار الأستاذ إلي غاوي إنهم ينضموا لنا بهالوقت. جوال، لحب تقول لك كلمة من القلب للست سميرة قبل ما نزيح اللوحة، قبل ما نزيح الستار على اللوحة زيت. لما تعيطت بلدية الحزمية على مؤتمر الشباب حسيت حالي عم بحلم، لأن خطوة جريئة ومهمة. بس لما طلب مني رئيس جان أسمر إني أرسم لوحة زيتية للمطربة الكبيرة سميرة توفيق، أكدت أن الحلم بلش يتحقق. يمكن تكون ملبكة شوي بالحكي، بس أكيد لوحتي رح تحكي عني وتعبر عن قديش في بقلبي محبة وتقدير للست الكبيرة اللي لمع اسمها بسمع لبنان والعالم العربي، لسمراء البادية سيدة سميرة توفيق. اسمحوا لي بالختام اتشكر البلدية الكريمة اللي عطتني هالفرصة الحلوة، واشكر بشكل خاص رئيس البلدية الاستاذ جان ليس الاسمر اللي كان من اول المبادرين ليشاركوا الشباب بالعمل البلدي حتى تضل الحزمية منار المدن الجنوبي بدون منازع. جوال، بدنا نطلب منك تنضمي لنا مع الشيخ يوسف حبيش والمختار غاوي لحتى نزيح الستار عن اللوحة الزيتية. صديق عزيز لهالبيت الكريم ولإلنا كمان، كبير بأخلاقه وعميق بفكره وطولة باله حاليا. العزيز أنطي داغر هلا رح يستلم مهمة التقديم عني ويكمل البروجرام. طولة باله مساء الخير. لا مش كتير طويل. بس ثانية بس أول شيء أهلا وسهلا فيك. بس ثانية عم صور. بدي رحب فيكم بالنيابة عن عائلة الست سميرة توفيق، وبدي لكم انه هي اختارت تكون التكريم بمنزلها ببيتها لتتكرم بوجودكم. يعني نحن حبينا نكرمها، فحبي تدعيكم كلكم لتتكرموا عندها هون بالبيت، وبتعتبر استضافتها لكم بالبيت هو اهم تكريم لكم من قبلها. فلهيك اهلا وسهلا فيكم. بدنا نطول بالنا بعضنا، بدنا هيك نتحمل بعضنا. روي الملحق الاعلامي بالبلديه بدنا نشكره على طولة باله
على نفسي وعلى سؤالتي وعلى اسئلتي. المهم كون عايزك بس انه كلمه كمان بدنا نعزيه كمان بوفاه والده بالرغم من هيدي النحله اللي مرق فيها، اصر يكون معنا هون. لينا كمان اخذت قصتها من النقد تبعي، وبدنا نقول للست سميره ولكل العائله كمان عوض بسلامتكم بوفاة أحد أفراد العائلة، ولكن أصروا يعملوا التكريم وأصروا كمان ما يلغوا. وما رح طول كتير، بدي اختصره بسبع نقاط. سبع نقاط تختصر إنجازاته على الولاية الثانية على التوالي بلدة الحزمية، هالبلدة العريقة اللي فيها أثار كتير مهم، هالبلدة العريقة اللي كان المتصرفية مرور فيها اللي عندها أثار كتير حلو. سبع نقاط. اولا نقل الحزبيه من بلدي الى مدينه لاهم الاستثمارات وعمل نقله نوعيه بالحزبيه. ثاني نقطه، نال جائزه رجل العام من جمعيه المدن العربيه بدبي التابع لجامعه الدول العربيه. ثالث نقطه، كان السباق باطلاق المكتبه بالبلديه لتسهيل امور المواطنين. رابع نقطه، بيهتم بالشأن الانساني كثير وشعاره ما في طفل بلا علم ولا مريض بلا دواء، بقدم مساعدات ل 250 عائله بشكل دائم، اطلق مؤتمر نحو شراكه مع الشباب اللي من خلاله عطي فرصه لشباب الحزميه. بلديه الحزميه والنقطه السادسه اللي بتوقف حد الكبار من خلال حفلات كبارهم السنويه ومع الصغار خلال المناسبات التاليه. والحفلات الخاصه كثيره اللي حصلت بعهد الرئيس جون اسمر اللي حائز على جوائز عربيه وعالميه، منها جائزه الابداع التقني وجائزه التميز الذهبي بالمسؤوليه الاجتماعيه. استاذ جون اسمر الكلمه لك والمنبر تفضل، سمعنا كلمتك قبل ما نقدم استاذ سمير عبد الرحيم. تفضل رئيس. اول شيء بدي اصلح كلامك استاذ اندريه، انه هاي الانجازات هي انجازات المجلس البلدي مش انجازات رئيس البلد. المطربة المكرمة سمراء البادية سميرة توفيق، الحضور الكريم، ممثلي مختلف وسائل الاعلام المحترمين، زملائي اعضاء المجلس البلدي في الحزمية، المخاتير الاعزاء، فعاليات البلدة، كيف لنا ان نكرم التاريخ الحي والفن الجميل والحضارة التي تنبض حبا وتعلقا بالأرض، هي التي كرمت الفن بعطائها، تكرمنا اليوم باستقبالنا في بيتها وتكرمنا بقبول مبادرتنا بعد أن رفضت العديد من التكريمات التي عرضت عليها من جهات مختلفة. هي المكرمة والمعطاءة والأصيلة، هي ببساطة سمراء البادية المطربة سميرة توفيق. انت الكبيرة يعني الباقيين صغار كتير. مطربتنا المكرمة كانت صاحبة نظرة عميقة ورؤية ثاقبة، فاختارت الحزمية منذ حوالي نصف قرن حين كانت لا تزال بلدة وادعة ومكست فيها فعاشت معنا العراقة والتطور والتحديث. كبرت الحزمية فانتقلت من بلدة عادية لتصبح واحدة من المدن اللبنانية المميزة بإشراقتها، وبقيت سميرة توفيق حجر الأساس فيها. طافت العالم وعادت إلى وطنها، إلى مدينتها، إلى حزميتها. الحزمية مدينة العراقة والتطور، هي اليوم مدينة لأهم الاستثمارات العقارية السكنية والتجارية. هذه الحزمية التي تحضن كبار الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال ونخبة من القيادات السياسية والعسكرية، طالما تغنت بأن سميرة توفيق هي أولى المشاهير الذين سكنوها مع الراحل الكبير الفنان وديع الصافي والأسطورة صباح وكرت السفحة بعدها. هذه الحزمية الوفية يسرها أن تكرم اليوم سمراء البادية المطربة سميرة توفيق، ويسرني أن أعلن اليوم أن المجلس البلدي يدرس إطلاق اسمها على أحد شوارع البلدة أو ساحاتها تحديدا لها.
يسرني أن أعلن اليوم أن المجلس البلدي يدرس إطلاق اسمها على أحد شوارع البلدة أو ساحاتها تكريما لها ولعطائها ولمشوارها الفني المشرف والمميز. نعم يا سيدتي الكريمة، سوف نعمل على ذلك. شكرا لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا الحفل، ونخص بالشكر السيدة لينا رضوان والإعلامي أندري داغر والعزيز روي حرب. شكرا للوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة التي غطت هذا الحدث المميز بندرته وأهميته. الحضور الكريم، شكرا لكم، ونعتذر عن السيدة الكبيرة سميرة توفيق عن ضيق المكان الذي عجب بالمحبين، ونحن كان من الأفضل أن يكون في القصر البلدي، ولكنها حبت أن تكرمكم في بيتها، فأهلا وسهلا بكم. الحضور الكريم، شكرا لمشاركتكم اليوم. نكرم الكبيرة الفنانة المميزة سميرة توفيق، ونلتقي معكم في السادس من آب في ساحة البلدية لنستذكر الفنانة الراحلة سلوى الأطريب التي سكنت أيضا الحزمية طوال عمرها في حفلة تحييها ابنتها الفنانة ألين لحود، ونخبة من الفنانين شباب البلدة، وذلك تحقيقا لشعارنا نحو شراكة مستدامة مع الشباب. لقد أسسنا طريقا للعمل نراها سليمة، وإلى شبابنا نسلم المشعل. نحن نتأمل من الإعلاميين اللي شاركونا اليوم الفرحة يشاركونا كمان بست آب في بلدية الحزمي. عشتم، عاش الفن الأصيل، عاشت سميرة توفيق والحزمية، وعاش لبنان الفن. عم نهديه لابنة الحزمية للفنانة الكبيرة سميرة توفيق، اللي احنا بنعتز بوجودها عنا، بنتأمل انه يدوم الى الابد. ست سميرة بس ثانية لعنا. غنيتي هلا بالضيف، ضيف الله، ويلا تصبوا هالقهوة وزيدوها عين، وبدل ما نستقبلها لنكرمها هي استقبلتنا وكرمتنا بوجودها. هي اللي مشيت بين العصر والمغرب على جسر الحديد بسيارتها الحمراء مثل قلبها الأحمر المليء بالحب. هي اللي قالت لنا أحبك وأحب كل من يحبك، ونحن قلنا نحب الورد الجوري لأنه بلون خدها. هي صاحبة حنجرة رمسية لا تتكرر، هي وحدة ملكة متوجة بإمارة الفن البدوي، هي وحدة سميرة توفيق. وبهنهار المليء بالتناقضات بين الفرح والحزن رفضت إنها. رحت ليمان منها طيوفها أخبرتهم عندها بالبيت، وقررت تفتح شباب عمارتها اللي شهدت بأيام الحرب مثل أيام السلم. الحرب كان في كتير قصص صارت بالبلاي، والسلم كمان حملة تقنية لهيك البلاي. بلدية حزمية كرمت ست سميرة توفيق، ونحن ما نكرم بزازة مثل ما نحن بنقلها، مثل ما نحن بنقول عنها. وهي حبة حية من عقول الفن بالعالم العربي، هي حبة مرجانية بالفن. فرح اترككم مع ست سميرة. هي إنسانة أصيلة ومش غريبة عليها تغني. يا حبيبي أنا اسمي سميرة ومش ممكن أنكر أصلي. سميرة توفيق مطربة جميلة قلبا وقالبا، هي صاحبة سيرة ذاتية نظيفة وناصعة البياض. منحبك، منحب وجهك الحلو، ضحكتك الحلوة، غنيتك الشهيرة الساحرة، وصوتك الرنان، وأغنيتك المردود. بترككم تسمعوا سميرة توفيق شو حابة تقول بنهارتك الماضية. لا
أنا صرت أعتبر نفسي جزء صغير من هالبلدية الكبيرة العامرة بهالوجوه كلها، وأنا يعني بحب بس شغلة صغيرة اللي أحكي وذكر إنه اللي جابني على الحازمين شخص إنسان عزيز علي كتير، وهو صفري كان. أول حجر نحط بالبناية هون كان الحقيقة بفضل حنا خوري حنا وعائلته كريمة، وصدري كان أديب رضوان بيّل لينا، والوالد كمان وكمان حدا من أعضاء البلدية، يعني بلكنا هون. وأول حجر حطيته هون بهالمنطقة، قال لي بيي هيدا هون حياتكم كلها بدها تكون هون، بدكم تعيشوا هون بالحزمية وتموتوا بالحزمية. تسلم. فأنا يعني انطرت هالسنين كلها ودعوني كثير وعزموني كثير وكانوا حاولوا يكرموني كثير، بس أنا مش فإنه ما كنت أقبل أو هيدا، لا، إنه حاولت إني أكون بعيدة. حسيت انه لما شفت هالشي اللي صار بالحزبية بهالمنطقة كلها، بلدة الحزبية يعني صارت مدينة الحزبية بوجود الرئيس العظيم حبيب قلبي أستاذ جون أسمر، حبيب قلبي، وهالأعضاء كلها موجودين هون واللي شاركونا اليوم. حبيت اني انا اكون اذا بدي اتكرم واظهر على الاعلام، ما بظهر الا من انا كنت فكري بالبلديه، بس وقتها ما قدرت لانه وضعي الصحي ما سمح لي، وهذا السبب اللي انا يعني عملناها هون. بس هون والبلديه صدقني واحد، يعني الحزبيه اللي من جيك عمرتهم بالحزبيه كان فيه بس التلفزيون، وكم هيك كم هيك بنية صغار يعني في من هداك الوقت لهالوقت هيدا. والحزبية دايما بقلبي، سافرت ورحت وتبلكت برا وهون 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 وهون، بس ارجعت على الحزبية لان هون بحس اني انا مش بسقط راسي غير جبريلي، بسقط راسي هون بس. وانا بوصي الجميع اني انا اذا بعد عمرا طويل يعني قصير او طويل من سيب بدي روح، انا هون تدفنوني بالحزبي. بشكركم كلكم. لا يعني مهما حكيت يا رئيس بضل قليل عليك وعلى الوجوه الحلوة اللي معك وجيراننا كمان، حبيب قلبي كمان العميد مروان شرب الحبيب قلبنا ومدانته والموجودين كلهم هون. صدقوني انه احلى جيرة واحلى منطقة، وانا بحبك يا حزبي حبيبي قلبي. انا كل شيء 10 سنين ما في استوديو سجل، بس انا بدي اوعدكم اني انا بدي فوت استوديو بسجل النشيد تبع الحزبي تبع ان شاء الله بتضل يا رب ازدهار، وان شاء الله بتصير احلى مدينه بالعالم. وهلا كل الناس قافوا عن الحزبي اللي كنت بالحزبي من قبل، فالحمد لله كتر خير الله انه الله اعطانا اكثر من مستاهل. وانا بشكركم كثير من قلبي من جوا، من قلبي من جوا، من قلب عائلتي كلها كبار وصغار، بشكركم وبشكر اخوتي بالذات يعني، وبشكر كل الاعضاء وكل المحبين وكل الموجودين هون، وشكرا للجميع، والله يطول بعمرك، وان شاء الله بنشوفك احد واثنين ثلاثه واربعه ان شاء الله قوه الله. شكرا للجميع، وشكرا لكم. Thank you.
بس أنا اليوم بكيت لأنه بكيت من فرحتي لأنه تذكرت بي لما قال لي أنت هون وتكونوا هون وتضلوا بالحازمية وحبيبتي يا حازمية. شكرا شكرا كثير. ما يعني ما عندي كلمة أعبر فيها عن يعني شكري لكم ومحبتي لكم وصدقني هذا البيت بيتكم هون، مش اني انا هون عملت هون وانه احسن من بلدي، بالعكس والله عندكم وراح اجي لعندكم وراح اعمل كل شيء هونك ان شاء الله، واعتبروني واحدة من اعضاء البلدية خلص. منكم قبلتوا ما قبلتوا هاي الاعضاء. شكرا واهلا وسهلا فيكم. بس بدي احكي كلمه انه ما ظلت الله يرحمه حنك ويرحمنا، ما ظلت بي الله يرحمه، ما ظلت بيك الله يرحمه جدي، لانه الحزمية بتليق فيك وانت بتليق فيها. نفس الروح ونفس الهوى. كلمة بس لختاما للعيلة، كلمة من دكتور نحن بنعتز فيه ببيت كريمونا، دكتور ماري كريمونا ابن عمها لست سنوات. دكتور ماري بس الحين تاني من وقتي ومن سيدتي الفاضلة اسمحي لي بلفتة الهناء منك وباسم العائلة الكريمة وهذا الجمع الحاضر هنا أن أتقدم بالشكر لأصحاب الدعوة رئيس وأعضاء بلدية حزمي الكرام للمبادرة الرائدة إلى تكريم شخصك في بهائك الكلي، وأنت تحملين تراث غناء أبناء الشرق من طرب يرتعش إليه القلب وتخفق له الأرواح التائقين إلى صفوة الفن في بهائه الأصيل. لقد زرعت سيدتي في قلوب أبناء الشرق نغمات الفرح والحب والسلام، وأنت سيدة السيدات بصوتك الصادح وحضورك الملهم وكلمتك الرائدة. شهادتي هي شهادة أهل البيت وهي نابعة من قدس الحياة التي نتشارك فيها معك في جميل الأيام وقساوتها، فأنت الشقيقة والصديقة والأم والمربية والموجهة والراعية والهادية والحنونة والمضحية، وهذه كلها ليست صفات المدح بل هي صورة واقع التي تتحلين فيها بيننا فتزينين بها أيامنا. فأنت التي ولدت إلى الحب كل شخص منا وتستولدين فينا العطف والحنان والخدمة الصافية وفوق كل ذلك المجانية المتسامية إلى مرتبة العطاء الإلهي. كلنا سكننا إليك سيدتي، فكان لك مع كل واحد منا التفاتة الهناء والفرح، وأسكنت كل واحد منا في قلب هو بذاته متسع بيادر الخير والبركة وفيه منازل كثيرة تبتدعين فيها الراحة والسلام، وأنت متجلية برونق الحب والفرح. أنت سيدتي عاشقة الحب والجمال، زرعها الرب في روحك السنية كعطية سماوية، فأصبحت أنت على مثاله كالزارع الذي خرج ليزرع، وفي كل شخص التقيته زرعت الصفاء والحنان والصدق والشفافية، وأنت خاشعة متسامية. نعماك سيدتي وشكرا لك.
بدنا رئيس جمعية بار منصور الوضع يتفضل قدامك خليل سميرة شاب هون إذا بتغيبوا الجمعيات مشان جمعية بار منصور تحديدا إذا في حدا يتفضل بعد